نجربه في اخطر صوص بالعالم. تبص الحركه دي بص بص اللقطه دي اوكي. هلو السلام عليكم يا احلى عالم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد وتجربه جديده. اليوم راح نجرب اكله كثير طيبه بس بلونين مختلفين ومتناقضين، امجد في اللون الاخضر وانا في اللون الاحمر. خليكم معنا لتشوفوا شو رح ناكل اليوم. بس قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناه اذا اول مره عم تشوفونا، وتفعلوا زر الجرس وتوصلوا لنا هذا الفيديو لاكبر عدد ممكن من اللايكات، وروابط حساباتنا بصندوق الوصف. سلام. حبيشكو ليتس جو. اللون الاحمر. اوه انا بدي. شو عملت انت؟ شو؟ لا 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 ما طلع. شفت؟ ما طلع. ما تعمل هيك، ما في شيء. لحظه عم بعملها غلط، ما طقت. اوه يا جماعه، بما انه انا الفروجه تبعيتي حمراء فرح تكون الكاسه تبعيتي كمان حمراء. انا بدي خضراء. اوكي. اوه امجد ما في له خضره. خلونا نسمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. او ماي جاد، الاخضر. شوف الزيت، والله اللي طابخه فنان يسلم ايديك. الصوص. ما طلع لك شيء. لك حط لي هون شيء. زدتوا لي. يا رب يا رب مايونيز، يا رب مايونيز. لا لا يا الله، ما بدي. بسم الله الرحمن الرحيم. او ماي جاد. بسم الله الرحمن الرحيم. منظر خرافي بالطعم. واو والله كنت شاب طيب. اوه براق 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 براق. فينك تخلص الفروج عبد الله؟ ويلي شوف الصدر لسه عم يطلع منه هبل نار. اعطيني المايونيز. لحظه الحركه، بص بص الحركه دي بص بص اللقطه دي. راحه نفسيه بنعمل هاي الحركه. تبص الحركه دي بص بص اللقطه دي. وانا بدي نعمل هاي الحركه. سعد دينك ان شاء الله بالعافيات اولسون. طيب ما حد. يا جماعه الجلد غير طعمه، لسه عم يطلع منه هبله. هبله شو يعني؟ هبله يعني بخار. كاتشب. ما بحب كاتشب، الحقني في الكاتشب. تبص الحركه دي. عبد الله اعطيني صوص. ما اعطيتني، ما عم تعطيني صوصات. الصدر السفن، الصدر. اوه يا جماعه التبله كثير مشبع، يعني مو انه ناشف. نمجو هذا. ونذهب الى الفخذ الثانية. كل شيء 100%. اعطينا صوص عبده. على فكرة الصوصات صار كلها جنبه، انا بعمل هيك وهو بياخذ هيك. كل 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 كل. اوه ماي جاد. شوف شو هي هي. شو يا جماعة. اوه ماي جاد. شي. اوه يا محمد، على فكرة في طعمة غريبة. طعمة لون اخضر. واحد اثنين ثلاثة. كل هذا ما عندي. أربعة. والله كل التبلات غريبة. واو. خلونا ندوق. والله الطبيخ فنان. صدقا يا جماعة ما عم بحسن بحكي هون كثير. ما في داعي للحكي. وجوهنا بتعبر. أعطيني مايونيز. مايونيز. شوف. نعمل هيك. شوف. حمام الزيت. هلا هيك. هذا حمام الزيت. نعمل هيك. وضع. واو. أنا بالعاده ما باكل جلد الفروج، ولكن هالمره بجنن. يعني اعطيني مايونيز. ايه من اول فيديو لاخر فيديو مايونيز. خلاص اعطيني مايونيز. لك اعطيني. هذا الصوص ما جربناه. واو نجربه لعيونك. طيب جربه انت، بركي طلع مطيب. بلا طيب طيب. شوفه مين بحب الفروج المشوي مع الكاتشب او المايونيز، يكتب لنا في التعليقات. انا بدي اخذ هي القطعه بس ما بعرف شو ممكن تساعدني. لا الوضع وص. ويلي
اعطيني مايونيز. اوه يا جماعة خلينا ناكل من هالطرف. ويلي في اخرة الفيديو راح نعمل نحن حركة لازم تكون مختلفة عن الفيديو كله. اوه امجد والله العظيم احترت صرت منين اعرف اكل ما بتعرف منين دا اكل عفوا ما بعرف تحكي. ايه والله كمية الصوصات. اوه عبد الله لا باخ سنة اخ فقرة جوعني. يا جماعة قيلة خلونا نكمل في هالقسم. يعني احنا ما شاء الله قضينا على الفروج. ما بقى فيه. بسم الله. الصوص كله عندك. فجأة فاهم. خلونا نروح لهالجهة يا جماعة. هذا إذا ركبتنا بقدر طير. خلينا نحط الباربيكيو. نعمل. تقيلة. أنا عرقت. تقيلة. لا يا الله. يا جماعة أنا أول مرة. شوف الهبلة. رح نعمل هاي الحركة. بص الحركة. نحطه قدامكم طبعا مشان تشوفوا شو رح نعمل. ها؟ هيك. نعمل. شيل. لا خلاص. لك إذا تنزع. أوه. ونعمل هيك. بص 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 ها؟ والله تقيلة. أنا ما عاد أحسن بس مستمر. تقيلة. أوه فخذ. خلونا ننظف ال ها؟ الفخذ في روح شوية زي ما. ممت الصدر. نشف. أشوف. والله طيب. عبد الله انا بدي انا خلصت انا كمان والله طيبه 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 طيبه. اعطيني صوص هيك طلع طلع. يا جماعه انا هذا القسم طبعا مثل ما لكم شايفين كله صار خالص. هلا الجوله الحاسمه رح نجربه في اخطر صوص في العالم. لا عسل يا زلمه نحن فروج ما عم نقدر ناكل. قلت لي عسل ممكن تفتح لنا العسل. ايدك لا هي ما بقى في ما هو تحسن. والعسل لازم نغطي غطى فقط في هي المعلقة من دون ما تلقها. اوكي يلا جهز لي فخت بعيدك. شو مستحيل بالعسل. انا هيك شبعت. شو رايك يا معلم يا معلم؟ انا كثير تضايقت. العسل العسل العسل. ليه شو 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 ها؟ عم جد ما؟ مع العسل. الطعم خرافي. اوه ويلي لك ما بكفي انه انت موجود؟ لأول لحظة بتلاقي طعمي غريبة عليك، بعدوني اوه تجربة جديدة والله. أول مرة بجربها. كل الحب والاحترام لك والله. كل حبيبي والله عشت ايدك. كبسوا يا شباب. بطني. حاسس حالي رح انفجر. عم الدنيا فروج. انا عم نقط هون. عبد الله الحقني. ما عم نقط هون عم نقط. كترت. بسم الله. حبايبي مثل ما تكون شايفين طبعا الفروجه هون خالصه خالص. باقي هدول طبعا الفرافيط هلا رح اخرن بعد الفيديو. وانا هون خالصه خالص. ما ضل عندي شيء ابدا. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لمتابعتكم. اذا حبيتوا هيك نوع من الفيديوهات لازم تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد. وروابط حساباتنا بصندوق الوصف. اكتبوا لنا في التعليقات اي وصفات تحية جديدة نعملها انا وامجد سوا. سلام. سلام.